بالتفصيل. بالزبط. دكتور مها، يمكن النهارده الرئيس تحدث عن عقوبة التنمر ضد طبعا ذوي الهمم واشخاص ذوي الهمم. لو اتكلمنا عن الدستور بشكل عام، دستور 2014 واهم المكتسبات اللي حصلنا عليها او حصلت عليها هذه الفئة خلال طبعا السنوات الماضية، اهم هذه المكتسبات يا دكتور مها، اتفضلي. هو طبعا الدستور 2014 جاء الحقيقه بمشاركه من الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني كان في تمثيل للاشخاص ذوي الاعاقه، وده اللي كانت الحاجه المهمه، لان في مبدا اللي هو لا شيء عنا بدوننا، ان لابد من تمثيل اشخاص ذوي الاعاقه فيما يهمهم. وبالتالي كان في 9 مواد، منهم ماده 81، ودي اهم ماده اللي هي بتتكلم عن التمييز ضد الإعاقة، وبقية المواد ذكرت فيها الإعاقة، وبالتالي ده كان مكتسب كبير جدا، ونتج عنه بعد كده خروج القانون في 2018. والقانون خرج في فبراير 2018، وقبل ما تخلص السنة سيادة الرئيس طلع يعني كان طلعت اللائحة التنفيذية وصدق عليها، وبالتالي كان لابد من بدء تنفيذ القانون من ابريل 2019. وده اللي فعلا زي ما الدكتوره هبه هجرس قالت شايفينه من كل الوزارات، ان في دمج في الاستراتيجيات الوزارات كلها، في دمج في كل ما يتعلق للاشخاص ذوي الاعاقه في السياسات وفي الخطط وفي البرامج وفي المشاريع، وهو ده اللي احنا عن طريقه بنشوف تحقيق القانون وتحقيق المطالب بتاعه الاشخاص ذوي الاعاقه. تمام.